الرحيم. أكاديمية المقصة لمواليد 10 سنوات. أكاديمية إيه يا أولاد؟ لا قالوا سوق قوي. اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. عابد إسماعيل من بداية كده من أبناء النادي الأهلي. بدأت حياتي الكروية في النادي الأهلي في قطاع الناشئين، ولعبت منتخب مصر 17 سنة، مرني كابتن سيد الطباخ، وأشرف على تدريبي في النادي الأهلي طبعا، وكان ليا الشرف على رسوم كابتن حسام البدري حاليا طبعا المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، والكابتن إبراهيم عبد الصمد، والكابتن محمد عامر، والكابتن أحمد ماهر، والكابتن محمود السايس، والكابتن عمرو أبو النجد، وحاليا مدرب بقطاع الناشئين بمصر المقصة. وسعدنا اشتركنا أول مرة في منطقة 6 أكتوبر لكرة القدم. الحقيقة المنطقة عاملة شغل كبير قوي، ملحوظ مش مجاملة والله، شغل جميل جدا على مستوى الملاعب، على مستوى الإدارة، على مستوى النظام، ويا رب إن شاء الله تعالى تعود بخير كده على الكرة المصرية، تكتشف لعيبة كده تفيد الكرة المصرية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. متشكرين يا كابتن. يا كابتن ثلاثي. إيه؟ علي صوتك. زياد طارق. زياد طارق. بتلعب في أنهي نادي يا زياد؟ منشيت القناطر. بتلعب فانيلتك كم يا حبيبي؟ 15. كم؟ 15. بقالك قد ايه بتلعب في منشيت القناطر؟ اول مره. اول سنه السنه دي؟ نجيم محمد سعيد. ايه؟ نجيم محمد سعيد. مين بيضربك يا ابني؟ كابتن لاعب. بتلعب في انهي نادي؟ مصر المقصه. نادي المقصه ولا اكاديميه المقصه؟ اكاديميه المقصه. رقم فانيلتك كام؟ 5. احمد محمد عبد الفتاح. رقم فانيلتك؟ 2. مين بيدربك؟ عشان بقالك كم سنه بتلعب في الاكاديميه؟ 8 شهور. احمد ايه؟ احمد صادق. بتلعب فين؟ المقصه. في المقصه؟ اكاديميه المقصه؟ رقم فانيلتك كام؟ 4. مين اللي بيدربك؟ كابتن بدر. بقالك كم سنه بتلعب معاه؟ 8 شهور. 8؟ مواليد كام؟ 2. محمد سعيد. حارس مرمى؟ انت اللي هتقف حارس النهارده؟ ان شاء الله. ان شاء الله. رقم كم في الملعب؟ رقم 16. 16 باخذ رقم 16؟ مش حاجه. ايه؟ مش حاجه. بقالك كم سنه بتلعب في المقص؟ 6 شهور. 6 شهور السنه دي بس؟ مين بيدربك يا ابني؟ كابتن بدر. ومين تاني؟ بس؟ كابتن عاد. تلبسها في شالوبيا؟ ايه؟ عبد المنعم عمر. عبد المنعم عمر؟ عند مواليد كام يا عبد المنعم؟ الشاب بباريس. 2002. بتلعب فين؟ في المقص. رقم فانيلتك؟ 4. محمد دمليس. محمد ايه؟ محمد دمليس. بتلعب بقالك كام سنة؟ سنة. سنة؟ السنة دي بس؟ مواليد كام؟ مواليد 2000. ايه؟ سعيد خالد حلمي. رقم فانيلتك؟ 14. بتلعب بقالك كام سنة في المقص؟ سنتين. احمد محمود سعيد. ايه؟ احمد محمود. بقالك كم سنه بتلعب في المقص؟ 3 اشهر. مين بيدربك؟ كابتن مدح وهبه. محمد ايه؟ مدح وهبه. بتلعب فين؟ اكاديميه مصر المقص. بقالك كم سنه؟ السنه دي. مين اللي بيدربك؟ كابتن عارف. عبد الله سعيد جمعه. عبد الله ايه؟ سعيد جمعه. بتلعب فين؟ مصر المقص. بقالك كم سنه؟ سنه. رقم فانيلتك؟ لسه؟ ستة.